السلام عليكم، ازيكم شباب؟ امير كحيلو معاكم. النهارده جايب لكم فورد ماستانج ماك اي، اول سياره كهربائيه تصنعها فورد، ودي تعتبر من اول السيارات اللي توصل للتوكيلات هنا في امريكا. للاسف العربيه دي بكره رايحه لتوكيل تاني، فمش هعرف اعمل لكم عليها ريفيو كامل، ما كنتش مجهز نفسي النهارده. فان شاء الله لما تيجي عربيه نعمل عليها ريفيو كامل. فالنهارده هوريكم بس على العربيه سريعا كده، ناخد عليها فكره وان شاء الله نعمل عليها فيديو كامل في الفتره الجايه. زي ما انتم شايفين الشكل من قدام شكله شارب، واخد نفس الخطوط الاجريسيف او الرياضيه بتاعت الفورد ماستانج. اللي عارف طبعا الفورد ماستانج هي سياره رياضيه من اشهر السيارات الرياضيه بتاعت فورد. هنا طبعا قفلوا الحته اللي قدام دي عشان ما فيش موتور، بالتالي مش محتاج تهويه، والشكل بتاعها الجميل ده. هنا عملوا الحصان اللي قدام فيه الخطوط دي عشان يعني تديك الاحساس ان دي سياره كهربائيه. وهنا في عندك الاكتف شارل جريل، دول بيفتحوا ويقفلوا على حسب الطريق اللي انت ماشي فيه علشان الايروداينامك بتاع العربيه، وتظبطه اوتوماتيك لوحدها. الكشافات الاماميه فول ال اي دي، شكلهم شارب جدا عليها، عجبني شكلها الصراحه. تعالوا نبص عليها من جنب، ده شكلها من الجنب، شكلها رياضي جدا. لو تاخد بالك من هنا كده لقدام، واخده نفس الكبوت او الشكل الطويل بتاع الفورد ماستانج، هم حطوا فيها نفس الدم بتاعها، وبرضو الكشافات او الفوانيس الاماميه واخده نفس الشكل ده. هنا عندك بتنزل بجنود 19. العربيه اللي معايا دي هي تاني فئه، العربيه هتنزل هنا امريكا باربع فئات، سعرهم هيبدا من 41,000 دولار، واعلى فئه هتوصل لحد 60,000 دولار. فالعربيه مش رخيصه، وهتنافس هنا مع تسلا موديل واي اللي هي تعتبر الكروس اوفر بتاع تسلا، ودي برضه تعتبر كروس اوفر مش فول اس يو في، عربيه مش كبيره، هي تعتبر اس يو في صغيره كومباكت. ده شكلها من ورا، عجبني برضه قوي شكلها من ورا، شكلها برضه من ورا رياضي، الخطوط بتاعتها وتحس ان هي ماستانج بس معموله على شكل اس يو في صغيره. تمام، هنفتح دلوقتي الشنطه اللي ورا دي نبص عليها. تعالوا هنا نفتح ونشوف الباب. لو تاخد بالك طبعا هنا مفيش مقابض للباب، في بس الحته الصغيره دي، وده بتدوس بس هنا على ده كده، تعلك الباب بالطريقه دي. لو تيجي تزق الباب ما يرضاش يقفل، عشان مثلا لو حد ايده في الباب هنا ولا حاجه ما تقفلش على ايديه، لازم الباب تشده لبره وبعدين تزقه تاني عشان يقفل. دي برضه عملوها هنا كده عشان الايروديناميك، وعملوها في نفس خط المراية عشان توفر في استهلاك الطاقة. ده شكلها من جوه. بالنسبة لاستهلاك الطاقة العربية دي هتنزل ببطاريتين، اول بطارية هتمشيك مدى 368 كيلو متر في الشحنة، والبطارية الكبيرة هتمشيك 488 كيلو في الشحنة الواحدة. فزي ما انتم شايفين طبعا البطاريات بدأت تتحسن، ومدى البطارية ابتدى يبقى طويل، فدي حاجة كويسة. كمان هي مش هتبقى زي تسلا في بالنسبة للمدى، تسلا احسن لسه في المدى، يعني تسلا مدى الواي هتمشي تقريبا 500 مايل في الشحنة. عندك كمان هنا الباد ده، ممكن تحط رقم وتفتح بيه العربية لو معكش المفتاح، دي موجودة في فورد من زمان. تعالوا نبص عليها من هنا، ده الشكل بتاعها. طبعا كل حاجه في العربيه هنا الكتروني وكهرباء، ده بتفتح منه الباب، مفيش هنا المقبض العادي ده. بس الخامات عجباني جدا، دي برضو كلها معموله بسوفت تاتش بلاستيك، هنا دي معموله بفابريك شكل القماش كده، الجينز شكلها حلو، ستيتشنج شكلها شيك. هنا عندك ماستانج ونازل لها الفلور ماتس الجميله دي، كراسي مريحة جدا، الكرسي مريح جدا، ده شكله مكتوب عليه حاجة بالعربي هنا، الإزالة قبل الاستخدام. اوكي، غريبة، أول مرة أشوف حاجة هنا مكتوبة بالعربي. فده الشكل، شكل الدروكسيون حلو، عجبني برضو شكل الدروكسيون، شكلها رياضي وحلو من جوه. الحاجة اللي مش عجباني الحتة دي، تاخدوا بالكم شايفين عريضة قوي، ده طبعا بسبب البطارية اللي في العربية.
بس في تسلا انا ما شفتش الحكايه دي، او يمكن ما خدتش بالي منها مش متاكد الصراحه، بس دي اول ما فتحتها خدت بالي منها وما عجبتنيش شكلها، يعني مش ماشيه قوي مع الشكل، ولكن طبعا مش هتبقى باينه لما تبقى الباب مقفول. هنخش هنا، تعالوا ندور العربيه، نقفل الباب، اول ما تفتح يطلع لك ده بالطريقه دي. طبعا الشاشه دي 15 بوصه كبيره جدا، عندك هنا التحكمات بتاعت الفتيس بتاعك من هنا، الباركينج باركينج سنسورز والباركينج بريك والامرجنسي بريك. اكتر حاجه عجباني بقى في الشاشه دي الحته دي، ان انت ممكن تغير الصوت، تعليه وتوطيه من الزرار ده، ودي حاجة كويسة جدا، لان الزرار فعلا التاتش ما بيبقاش سريع زي البكرة دي، فهما ركبوها بشكل حلو قوي والريسبونس بتاعتها سريع. الريزولوشن بتاع الشاشة دي حلو جدا وخفيفة في الاستخدام، ولكن مش سريعة قوي، يعني برضو هنرجع ونقول تسلا يمكن تقدمت عليهم في الحتة دي، ولكن ده سوفت وير وهيظبطوه برضو في المستقبل. هنا عندك السخانات بتاعت الكراسي، بس شوف برضو الحلو لو انا ايدي مثلا ضربت مطب وايدي اتبعدت عنها برضو تفضل شغالة، فمش لازم تدور على الزرار بالظبط وتقعد تدوس عليه، لا ممكن يشتغل من بعيد زي ما انتم شايفين كده. فدي برضو حاجة فيها من اللي عجبتني. اكتر حاجة عجباني كمان الشاشة الكاملة اللي نازلة في العربية دي قدامك. طبعا شاشة مش كبيرة قوي، ولكن على الاقل فيه هنا شاشة، تسلا ما بينزلش فيها الشاشة دي، وعشان تبص على سرعتك لازم تبص على الشاشة دي، وناس كتير قالوا عليها حاجة مش كويسة. فالعربية دي نازلة بشاشة هنا بتطلع لك عليها المعلومات المهمة، زي مثلا باقي قد ايه في الشحن بتاعك، التريب بتاعك والسرعة، وكمان لما تغير الدرايفنج مود ادوس هنا، لو اختار مثلا الدرايفنج مود بتاعي درايفر اسيست، درايفر مود هنا اسف، لو انا غيره مثلا بتغير لي شوية السكرين، تمام. بس طبعا لازم ابقى سايق ماشي بالعربيه عشان تشغلها لي. والعربيه بتنزل هنا بثلاث انظمه للسواقه، تعتبر السواقه العاديه، السواقه الهاديه جدا، والسواقه الرياضيه. كمان العربيه دي بينزل فيها برضو حاجه كويسه، ان بينزل فيها فيتشر ممكن تعمل للعربيه صوت، بيبقى صوت فيك عشان يحسسك ان في موتور وتحس ان انت مثلا ماشي بالعربيه بسرعه، فدي برضو حاجه عجبتني، بتدي العربيه احساس رياضي في السواقه. لو تاخدوا بالكم هنا الحتة دي كلها، كل الحتة معمولة بالفابريك ده، دي سماعة. الساوند سيستم في العربية دي تحفة ما اقولكمش، الدروكسيون والتحكمات اللي فيه. العربية كمان من المحتمل او من المتوقع انها كمان 6 شهور تنزل بنظام السواقة الكامل اللي هو الدرايفنج سيلف درايفنج زي تسلا. انا طلعت هنا بس عشان اوريكم هنا المساحه دي، عندك الارم ريست شكله حلو، عندك هنا مكان ستورج اريا، هنا عندك الكاب هولدرز، وعندك هنا بقى مساحه كبيره جدا، وايرلس تشارجر للتليفون، كيبلز يو اس بي كيبلز، وفي كمان تحت مساحه اكتر. معلش يا جماعه دي مش ريفيو، بس انا بديكم فكره على العربيه سريعه. لما تيجي تبص هنا ورا، تمام، خلينا نبعد عن الشمس شوية، برضو مفيش دور هاندل او مقبض للباب، كل اللي بتعمله هنا برضو بدوس على دي، ومفيش زرار او حاجة مثلا اشدها زي دي كده، مفيش هنا ورا حاجة زي كده، وده بسبب ان ماستانج عملت اختبارات لقت ان الناس ايديها بتروح على الحتة دي على طول، فهم عملوا بس حتة بلاستيك هنا عشان تشد بيها الباب، وبرضو دي ما عجبتنيش، لان دي مع الفترة او مع الاستخدام الطويل اللون ده ممكن يبتدي يبوظ، فدي حاجة مش كويسة للعمر الطويل. برضو الشكل هنا ورا محترم، شايفين الحتة بتاعت الباب طويلة قوي بسبب الجزء الكبير ده، ولكن هنا ده الشكل ورا، ما فيهاش اي شغل خالص، يعني ما فيهاش حاجة سبيشال. الكراسي شكلها حلو، الجلد شكله كويس، ملمسه فخم فيها. تعالوا نخش جوه، عندك هنا يو اس بي تشارجر وتفتحات للتكييف، ودي معمولة هنا ببلاستيك ناشف شوية كويس. الحلو بقى هنا فتحة السقف الكبيرة قوي دي، بانوراميك روف، فحلو بتدي اضاءة داخلية اكتر، بتحسك العربية اكبر اكتر، ودي حاجة كويسة.
الوحش فيها ان مفيش سان شيد، يعني حاجه تتقفل هنا تبعد الشمس، دي مش كويسه، فهتبقى مفتوحه في ايام الحر او في البلاد الحر ممكن تاثر على درجه الحراره جوه العربيه. تعالوا نفتح الشنطه من ورا، هنا في زرار. طبعا العربيه كمان بينزل لها ابلكيشن زي تسلا بالظبط، الابلكيشن ده ممكن تتحكم بكل حاجه او في كل حاجه بالعربيه من الابلكيشن ده، تقفل العربيه، تنزل الازاز، تشغل التكييف، تدور العربيه بيها، فدي حاجه كويسه. كمان حاجه نسيت اقولها لكم، ان الكمبيوتر اللي جوه ده ممكن تظبط فيه باس كود زي باسورد كده، ولو نسيت التليفون بتاعك او البطاريه نامت تقدر تحط الباس كود ده على الباب، تفتح الباب بيه وتخش جوه العربيه، تحط الرقم السري ده على الكمبيوتر ده او الشاشه دي، والعربيه كمان تدور معاك. فعشان لو انت مثلا تليفون باظ او يعني البطاريه خلصت او معكش المفتاح ممكن تدورها بالطريقه دي، فدي برضو حاجه كويسه. دلوقتي التكنولوجيا بقت بتسهل كل حاجه على الناس. الشنطه هنا مش كبيره قوي، وده بسبب العربيه واخد الشكل الكوبي شويه. ده المنظر بتاعها. هنا عندك الشاحن اللي بيجي فيها جوه الكيسه دي، وده للعجل، بيسموها موبيليتي كيت عشان لو عندك فرد كوتش نامت. طبعا ما بينزلش فيها استبنات او استبن زي عربيات كتيره دلوقتي. كمان دي ممكن انزلها بالطريقه دي، تديني مساحه عاليه اكتر احسن. ده شكلها تمام. تنزل طبعا بشنطه باور تيل جيت، دوس هنا الزرار تقفل. جميل قوي. كمان برضو عملوا حاجه هنا في الجنب، تعالوا اوريها لكم كده، خدعه بصريه بسيطه. لو تاخدوا بالكم هنا الجنب بتاع العربيه تحس ان هو مقطوع قوي من ورا، ولكن ده هم عملوها باللون. يعني لو تاخد بالك هنا اللون الاحمر هو اللي مديك الاحساس ده، ولكن السقف بتاع العربيه معمول بالاسود وماشي عادي لحد الحته اللي ورا دي. فهي دي برضو خدعه عشان تديك الشكل الرياضي قوي بتاع الاس يو في او الكروس اوفر. فعجبتني الفكره دي برضو. تعالوا هنا افرجكم على الشنطه الاماميه دي سريعا كده. زي ما قلت لكم ان هي شنطه بس طبعا ما فيهاش موتور. كل اللي بتعمله هنا بتشد الدراع ده مرتين، تيجي قدام هنا. كمان حاجه للاسف كنت عايز اقولها، ان دي ما تتفتحش من الابلكيشن ولا من المفتاح، يعني حتى المفتاح بتاعها ما فيهوش زرار تفتح بيه الشنطه الاماميه، لازم تفتحها يدوي من جوه. لكن مش مشكله كبيره قوي، زي ما انتم شايفين ده الشكل. سيارة كهربائيه ما فيهاش موتور. هنا حلو قوي التاتش دي ماستانج. وده هنا في ده ديفايدر عشان لو تحط مثلا اكياس اكل هنا، حاجه تانية هنا كده تبقى معموله، بس ممكن تطلعها تشيلها. اديكم فكره على الشكل بتاعها، ومساحه كبيره مش صغيره، فدي تعتبر شنطه كويسه تعوض المساحه الضيقه بتاعت الشنطه الخلفيه. ده شكلها. وفيها كمان حاجه حلوه قوي بقى، فيها هنا تحت بلاج يعني مقفول ممكن تشيله، ولو مثلا حصل ميه هنا او غسلتها بميه تفتح البلاج اللي تحت ده ويسرب لك الميه كلها اللي في الشنطه دي، فدي برضو حاجه كويسه لو وقع فيها ميه او عايز تغسلها بميه. ان شاء الله نعمل لكم عليها ريفيو كامل وتجربه قياده لما تبقى متوفره. يلا لو عجبك الفيديو ما تنساش لو سمحت تعملوا لايك، واشوفكم في حلقه جديده الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.